الصحي عبر شكرا حتى ندخلوهم في ك قدروا دوك نتعاملوا هكذا الجمعيات راح يعني يكون سريع على راح تكون هناك منصه رقميه منصة رقمية تكون اللي رانا ننظم فيها ونديروا فيها وكما سبق وقلت لكم عليها بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة. وأيضا راح يكون مجال في هذه المنصة أننا أيضا نتعرف على مهام كل جمعية في كل أنحاء الوطن، وأيضا نعرف كل يعني الجمعيات الأخرى بأهمية العمل من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل. Je pense que c'est une occasion importante de lancer un projet clé qui va permettre d'être innovant pour pouvoir être donc ce qu'on appelle donc une plateforme de des dialogues, une plateforme collaborative de l'ensemble des associations qui œuvrent dans les domaines de la protection et la promotion de l'enfance de l'ensemble donc des wilayas d'Algérie.